وصلي أنه ما يكون بحياتنا شيء أهم وأعظم من أنه نعرف دعوة الرب لإلنا ونسمع صوته ونلبي هاي الدعوة. وبالفعل إبراهيم أطاع الله وأخذ ابنه لكي يقدمه محرقة. ولكن حمله كأن حط قدام عينيه آية مكتوبة في العهد الجديد بتقول لأن الله لم يعطينا روح الفشل. عدم الغفران بيسلبك سلامك ويخليك عايش في سجن صعب إنك أنت مش قادر تغفر حتى في علاقتك مع ربنا. محتاجين كنيسة مش بتصلي بس، لكن كنيسة تصرخ. كتير من الناس اللي أجوا وطلبوا المسيح في حياتهم ولكن عاشوا بدون المسيح. ككنيسة بنركز على عمل الرب يسوع في الصليب، مات من أجلنا وغفر خطايانا، دينوا لا دينونا الآن على الذين هم في المسيح يسوع.